في تشرين يتجدد موعد الثائرين. هؤلاء أشقاؤك الذين صنعوا وكتبوا الشعارات ثم هتفوا، بعضهم من قتل شهيدا، بعضهم من خطف، لكن بناته وشبابه سلكوا طريق الوطن فغيروا وما بدلوا عن العراق تبديلا. كان الهتاف ثابت في العام الماضي، وكان تشرين 2019 أول الطلعة. ثم من مخاض عسير جاءكم مصطفى الكاظمي بحقائب حكومية ونتاج 100 يوم قدم لكم ما قدم، وقف معكم وحذركم كأنه مشارك في الحراك مثلكم، وقال كلمته الأولى: صنعوا فرصة. أغلبكم متزوجين عندكم أطفال، متزوجين فكروا بأطفالكم، الآخرين ما يفكرون بأطفالكم، دير بالكم. صحيح. صحيح. والله نعرف وأملنا بالله، فخلي نفتح فرصة. تعال ابني يلا إلى البيت الأكبر، إلى أرض العراقيين كلهم. تسير الأقدام على خطى ثابتة، هي الذكرى حين تزف بألوان العلم إحياء للذكرى الأولى لثورة تشرين. حينها اختلط الدم بالأرض وكان العراق يصرخ شعبه لأجل الحرية والحياة. اليوم تمتلئ الساحات بالعراقيات والعراقيين لا غيرهم، لا دخيل بينكم ولا حليف عندكم، ويكتب لكم ببرقية التوثيق المبين فيقول لكم: هذا وطنكم وملاذكم ومستقبل الأجيال من بعدكم، دافعوا عنه وعن استقلال قراره الوطني ومنع تدخل أي طرف خارجي في شؤونه وخياراته. الحديث الموثق في بيان رسمي يأتي في ساعة حرجة قد تثقل فيها ساعات العراقيين بالدم إذا ما دخلت الفتنة مجددا. أما تشرين فهو ثورة الحق، ثورة السلم، لا ثورة فيك يا بلاد الدموع، فكل ما فيك فراغ. النسوة التي خرجن ينثرن الكلمات وداعا للشهداء هن بنات الجيل العراقي. فتشرين حدث بقي كسحابة، يرجو العراقيون رجاء المحب للأرض أن تذرف الغيمة قطرة مطر وتروي سيادة فتعمر باسم العراق لتقتل الفساد والفقر والجوع وتنهي الشريط الأحمر لأخبار عاجلة لا تزف إلا أخبار الشهداء. صوت ديمقراطي لا يمكن النطق به بحروف واضحة سوى بصناعة قانون انتخابي عادل. فيعدكم رئيس الوزراء بأن هذا لن يتحقق إلا بثورة سلمية، ليس من أجل أحد، إنما من أجل الوطن، من أجل الشهداء، من أجل صوت تشرين.